مين اصعب الفرق اللي كانت معانا برضو بتشارك في البطوله غير الجزائر؟ تونس وهي تونس والمغرب برضو، بس هي اصعب واحده الجزائر. من اصعب الفرق. فرح، شايفه يعني كان ايه اصعب الاوقات اللي مرت عليكم في البطوله؟ اصعب الاوقات هو اول يوم، لان احنا كنا مركزين قوي اول يوم، لان احنا بنبقى مركزين على الفرق اكتر من اي حاجه تانية، احنا عايزين ناخد اول فريق اكتر من اي حاجه، فدي اكتر يوم كان صعب. دي هناك برضو في المغرب؟ لا، ده كاس العالم في بلغاريا. دي بطوله عالميه متهيألي صح؟ كاس عالم في بلغاريا. دي استراليا دي ولا ايه؟ لا، دول انجلترا. انجلترا؟